يعتبر صاحب المركز الأخير في مسابقة بطولة الدوري النادي الأوري من أمام نادي قطر بنتيجة 2-1 فيف على حضوره في أرضية الملعب. لا نريد أن نتلسد نتحدث من خلال هذا اللقاء في تسديدة. نعم قبل ذكر الأسماء من خلال أحداث هذه المتابع عن اسم واحد هو كاد أن يظهر يمتلك أسماء وقيمة للاعبين. أقول 6 دقائق الأولى الأفضلية لنادي السد على مستوى التقدم أخرى على يمين عمر باري العالية الخطيرة وعمر باري يتصدى عمر باري للكرة المراة بالشخصية التي تظهر عن مجيد بوغرة هجوميا تسديدة بأن تكون الأمور على خير وبأن لا نشهد هذه المباراة. نعم دفاع المرخية دقيقة حتى الآن 10-10 كرة عرضية موجودة المتابعة داخل منطقة الجزاء بغداد يحاول بغداد عدى بغداد وسدد بغداد هذه الكرة بعيدة سدد بغداد اللي كانت موجودة لكرة داخل منطقة الجزاء ومن ثم عدى أغلق الزاوية على بغداد الخطأ موجود وعمر باري عمر باري بغداد ضغط وقع عمر باري في المحظور عادت إلى بغداد نعم سيستقبل هدف وبالتالي عليه التقدم وكأنما هدف نادي السد بحالة إلى الدوري وبالتالي قنوات الكاس الرياضية يتفق أم لا لكن المهندي الله 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 المرخي بثواني ودقائق معدودة أصبح النادي واضح في يومه شوف انطلاقة السرعة التسديدة مصائب قوم عند قوم بل أخطأ واحد من اللاعبين اللي فترة طويلة لكن عانق على الانطلاق عن طريق مؤيد في هذه المحاولة التمريرة ممكن الثاني في المساحة الموجودة عند دفاع السد وبعد ذلك المهندي وعلى طول هل نشهد عودة السد من هذه اللعبة الكرة العالية الخطيرة الله على بغداد في اللعب سلامات طلال علي مجيد بوغرة لا يريد أن يخسر أي لاعب طبعا خسارة يوسف أنجي هي تكفي لهذا المدرب لكن نادي السد رمية جانبية بغداد بنجاح يلعب كرة باتجاه باول لم يسدد محمد وعد واحد من اللاعب نادي السد الاعتماد على الأطراف العرضية الرأسية يا أكرم قائم عمر باري رفض لكن ما زالت قائمة لزعب التفاهم لهذا الثنائي العرضية الرأسية من بغداد ومن ثم إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى تحولت إلى ضربة مرمى في هذا الشوط الأول الحظ يعاند ند للاعبين في ملعب المباراة بكل هذه الفرص الضائعة تقدم أكرم يرسل كرة عالية إلى أمام باتجاه بغداد يا سلام وبغداد يضيع ما زالت الفرصة قائمة المحاولة لكرة داخل منطقة الجزاء محمد نبي سار في هذه التسديدة من أمام بغداد كل كرة عمر باري حارس المرمى لي أنا بالصدر من أكرم ترسل عالية إلى أمام روبن سميدو في هذه اللقطة ومن ثم بغداد بنجاح اللي صيده عرضية موجودة عالية وباري وبغداد بنجاح إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى ضرب الخط الخلفي هذه الكرة جانبية طبعا لفريق المرخية باري جزاء مطالبة بركلة جزاء بشار رسن بلاتا عدى بلاتا وركلة جزاء لنادي السد بالطاولة عفيف حتى أكرم يا لطيف على العف السعادة هذا واحد من حتى في نفس الزاوية رس اللعبة إلى أمام بغداد السد يريد أن يبتعد نعم نادي السد من خلال هذه المواجهة الله على جماهير الزعيم الحاضرة في المدرجات نعم جماهير السد المتواجدة في المدرجات مع عودة غيليرمي توريس العمل اللي في هذه اللعبة بالإضافة لبغداد الكرة العالية الرأسية